هاي البنات بعد اكثر من عام واحد الانترفيو عاوتاني واحد السيد اللي قالت لي نتلاقاو بعد عام وغادي تشوف عاوتاني ان شاء الله جمع يا السيد يحيى بيان سور وعند من عند لا صوفيا الطار. مرحبا مرحبا بك اخي محمد نورتي من الامارات. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. انت شكي استقبلاتنا الحلويات المغربيه الزوج ديالها ما يمكنش ندور الكاميرا هادشي شوفوا حتى تشوفوها من بعد حتى تشوفوها من بعد بان معنا واحد اللحظات في الفيديو تشوفوا الفيديو ربح 21 مليون على الرافريشي لكم الدراري تقولوا لا لايف تايم هنا حياتي كامله حياتي ديما ملي كنحط الفيديوهات في اليوتيوب وهذا الشيء اللي معروف دابا في الويب هو نتوما كتربحوا من الفيديوهات في اليوتيوب يمكنش تكونوا كتربحوا من التجاره الالكترونيه الهضره هذه الدراري هاد الانترفيو هذا غادي نحطوا في اليوتيوب ولكن حنا راه ما كنربحوا والو في اليوتيوب راه قدر اليوتيوب الله يخلص ليه شي طياره غادي يجي للطيرون بيزنس كلاس ولا فيرست كلاس الدراري اول مره غادي نوري شحال ربحت في هاد الشانيل اللي كتقاد الثامن 2011 اول مره هي الدراري ربح 21 مليون على الرافريشي لكم الدراري تقولوا لا لايف تايم هنا حياتي كامله حياتي كامله في اليوتيوب من 2011 رابح 21 مليون اللي هو والله جمال طياره من الطيرون في المغرب من المغرب للطيرون فيرست كلاس الاماراتيه والله تجيبها لك انت والمدام ومحاله تجي تكمل الفلوس صافي شحال ربحتي انت من اليوتيوب صراحه باش ما يبقاوش لا باش يبقى كثر جبنا لي ستاتيستيك دوبي توجور ها هي من 2017 ل 2023 44 مليون هاد 44 مليون راه ما تشري طوموبيل وحده ما تشريش المرسيدس ما تشريش المرسيدس تراري سال اليوتيوب التجاره فيها الفلوس تراري بغيتي دير الفلوس الاي كوميرس سالي اليوتيوب انا نوريك اليوتيوب ونبقى كل شهر نبارطاجي معاكم وبالعكس الدراري كاع من هنا قررت الدراري ندير واحد التحدي اجي وري لي البنات هادشي ما كاينش اللي يوريهم هادشي انا شحال كندخل بالشهر الدراري شحال كندخل بالشهر واحد الحاجه اخرى الدراري كل شهر غادي نولي نشوف شحال ربحت هنايا وغادي نعطيو لشي واحد كيف وي وسالينا حنايا كاع